أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى ومقال للكاتب عصام الياسري تحت عنوان متى يخرج بلد الحضارة والثقافة والعلم من مأزق الصراع على السلطة؟ سؤال وجيه. منذ الغزو الأمريكي للعراق يقول الكاتب قبل عقدين والوضع الأمني والمعيشي في تردد مستمر حتى أصبح المواطن العراقي محروما من أبسط الاحتياجات اليومية له من ماء وكهرباء وعلاج طبي وسكن، إلى جانب ذلك يتزايد جيش العاطلين عن العمل ويتردى الوضع الاقتصادي ولا تزال مؤسسات ومصانع الدولة عرضة للنهب والتخريب، بالإضافة إلى عمليات السرقة التي تمارسها الميليشيات المسلحة والأحزاب الشعبوية الولائية الماسكة بالسلطة لصالح دول خارجية. فتحولت أكذوبة توفير الأمن والاستقرار المعيشي والاقتصادي وإعادة أعمار العراق إلى فضيحة مكشوفة مدوية. إنما سبق تشكيل الحكومة من صراعات طائفية وشللية تبين بوضوح بأن لا مجال لتغيير أي شيء في واقع السياسة في العراق. الميليشيات لا زالت صاحبة القرار الفصل في القضايا المصيرية للعراق، والقوى المشاركة في الحكومة الحالية هي ذاتها التي شاركت في كل الحكومات السابقة وفشلت في حل أي معضلة من معضلات الشعب العراقي، كما أن أطرافاً سياسية تشكل جزءاً مهماً من الحكومة متهمة باغتيال العشرات من العراقيين وممارسة التهجير القسري ونهب أموال الدولة، وأن العديد من أحزاب السلطة يروج بشكل علني للفكر الطائفي والشوفيني والولاء لدول أجنبية ويعمل بشكل فعال للتفرقة والنعرات الطائفية والإثنية. إلى ذلك فلعبة الديمقراطية الزائفة لم تحقق أي نجاح، بل العكس، حيث أن الوضع في العراق أصبح المثال الأسوأ الذي تحاول كل شعوب المنطقة أن تتفاداه. إن الفشل السياسي الذريع وانتعاش الوضع الفوضوي الذي يعود إلى التصورات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في العراق أدى إلى تصاعد النفوذ الأجنبي وبالأخص الإيراني الذي يتعارض بشكل واضح مع سياسة الولايات المتحدة الداعية لعزل إيران في العراق. إلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتبة هيفاء زنجنة تقول فيها يوفر المرور على عتبة العام 20 للغزو الأمريكي البريطاني للعراق فرصة كبيرة لدور النشر الغربية لإطلاق سراح العديد من الكتب المعنية بالغزو والاحتلال، كتب مركونة لديها انتظارا لتوقيت الصحيح للتسويق لها مهما كان نمط الكتب هذه أو تخصصها، سواء كانت موضوعاتها عسكرية أو اقتصادية أو أدبية. أقول دور النشر الغربية لأننا نعرف جيدا مدى فقر دور النشر العربية، وهي من العقبات التي تحول دون معرفتنا بحجم الاهتمام العربي الشعبي الحقيقي بذكرى الغزو العدواني وما ترتب عليه من نتائج إجرامية بحق العراق وشعبه. ففي البلاد العربية مثلا لا يعني غياب الكتب المعالجة لموضوع معين غياب الاهتمام بقدر ما هي صعوبة النشر والتوزيع، على الرغم من زيادة عدد الكتب المطبوعة كونها على حساب المؤلفين وبقاء مصيرها محصورا بالتوزيع فقط على الأهل والأصدقاء. فلا غرابة إذن أن نلاحظ الغياب شبه الكلية للكتب الصادرة عربيا بمناسبة الذكرى 20 لغزو العراق، وهي ذكرى مهمة عربيا وعالميا بكل المقاييس. فبينما يجد الباحث عن الكتب باللغات الأجنبية صدور عشرات الكتب بالمناسبة، يفشل بالعثور إلا على كتابين اثنين أو ثلاثة بأحسن الأحوال منشورة باللغة العربية من قبل أمة خرجت بملايينها احتجاجا على الغزو ودعما للشعب العراقي الذي رأوا فيه مقاوما لعدوان همجي يمس كرامة وسيادة الأمة العربية كلها. قد لا تكون شحة الكتب المطبوعة بمناسبة مرور 20 عاما على الغزو واحتلال العراق بالتحديد باللغة العربية دليلا مطلقا على قلة الاهتمام الأكاديمية والشعبية، إلا أنه دليل لا يمكن إهماله بخطورة أن تكتب قوات الاحتلال سرديتنا،
تاريخا وحاضرا، مروجة إنسانيتها وتضحياتها وانتصاراتها، بينما تختزل وجودنا كشعب محتل بالإرهاب. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا التي تعاني أصلا من كارثة إنسانية، وهناك 3 ملايين سوري يعيشون في أوضاع مزرية محفوفة بالمخاطر قبل المأساة الجديدة التي حلت عليهم. وجاء في التقرير أن السوريين سمعوا مرة أخرى هديرا وضجة للأبنية وهي تتساقط والغبار يتصاعد وسط أكوام من الخرسانة الرمادية والأسلاك المعدنية الملتوية، حيث كانت بيوت والمكاتب مرة أخرى حفر السكان مرة أخرى، تقول الكاتبة، بأيديهم بين الأنقاض بحثا عن أحبائهم يوم الاثنين في شمال سوريا، حيث انهارت عمارات سكنية ومحلات برمتها ومسحت أحياء سكنية في ثوان نتيجة هزة أرضية قوية، في مشاهد يعرفها السكان في تلك المنطقة المدمرة منذ أكثر من عقد من الزمان. إن ملايين السوريين شردتهم الحرب إلى الشمال، وهي المنطقة الوحيدة التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري، حيث عاشوا في الخيام والمناطق الأثرية المدمرة بعدما دمرت بيوتهم. ثم جاءت الهزة الأرضية المدمرة، ومن هنا فالدمار الشامل والاقتصاد المتداعي وانهيار العملة سيجعل من الرد على الكارثة الجديدة مهمة صعبة على طرفي النزاع في سوريا. ورغم تحرك فرق الإنقاذ سريعاً، إلا أن المهمة صعبة جداً وسط البرد والمطر، حتى على رجال إنقاذ تعودوا على أوضاع كهذه. وتشبه المشاهد في المستشفيات الضربات الجوية في ذروة الحرب، حيث يشترك المصابون في سرير واحد ويعالج الأطباء المصابين في كل زاوية من المستشفى. ورغم توقف الأعمال القتالية الكبرى، إلا أن النظام الصحي لم يتعافى من الدمار بعد، ولا يعمل من المراكز الصحية سوى نسبة 45% مما كانت عليه قبل الحرب. وفي السياق، قال الصحيفة الجارديان في افتتاحيتها أن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا صباح الاثنين هو مأساة على مأساة، مشيرة إلى أن الكثيرين ممن تأثروا بالكارثة عانوا أصلا من الحرب في سوريا وهم بحاجة ماسة للمساعدة. وأضافت أن حجم الزلزال الأوسع لم يعرف بعد، إلا أن أثاره تظهر جليا بشكل متسارع من ناحية أعداد الضحايا والدمار الذي حل في جنوب تركيا وشمال سوريا. وحتى لو كانت الكوارث طبيعية في أصلها، إلا أن أثرها يتشكل من خلال التصرفات الإنسانية قبل وبعد. وعادة ما يتأثر الفقراء والضعاف بطريقة غير متناسبة بهذه الكوارث، وتشهد الصور واللقطات التلفزيونية على الدمار الرهيب الذي حل بالجانب التركي على الحدود، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا، وزادت عاصفة ثلجية حادة من مأزق الناجين. من بين الضحايا سيكون هناك حوالي 4 ملايين لاجئ سوري فروا من بلادهم، وبقي العديد من السوريين في الشمال، حيث هدمت البيوت والبنى التحتية الضرورية لشعب يعاني من صدمة الحرب. فقد فر الملايين إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ويعتمد معظمهم على المساعدات الخارجية. وانتشرت الكوليرا في مناطق المعارضة السورية بسبب الظروف الصحية، واليوم يعاني الناس من موجة الصقيع وعدم توفر المواد الغذائية في ظروف خسروا فيها حتى بيوتهم المؤقتة. وهذه المأساة، كما حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولية، أزمة داخل عدة أزمات. وستكون جهود المساعدة والإنقاذ أصعب على الجانب السوري، فتوفير الدعم الإنساني واللوجستي مسألة دبلوماسية معقدة. فوحدات الدفاع المدني أو الخوذ البيضاء ستحاول استخدام خبراتها، لكن بحاجة إلى المعدات الثقيلة للإنقاذ وقطع الغيار والوقود. فعلا كارثة ومأساة. في الموضوع ذاته كتب يوسف الدموكي مقالا بعنوان رسالة من تحت الأنقاض: ماذا يمكن أن يكتب إنسان يعيش في شمال دولة سوي جنوبها بالتراب في 60 ثانية؟ منذ أمس
فكرت كثيرا وانعقد لساني أكثر في الجنوب الشرقي التركي، زلزال أقعد الدنيا فلم تقم، وزاد الكارثة الإنسانية في الشمال السوري مأساوية. يقول الكاتب: بأي لسان أتكلم؟ بلسان نحو 4000 فقدوا حياتهم، أم بلسان أكثر من 20000 جريح رأوا الموت لساعات ثم نجوا بعجوبة فائقة، أو ظن الآخرون أنهم بذلك نجوا؟ بما كان يشعر في احتضاره الأخير من ظن نفسه أفلت من الموت طوال 12 عاماً من المجازر في سوريا، وتنقل من دار إلى دار، ونزح من مدينة إلى صحراء، ولجأ من بيت إلى خيمة، ورحل من خيمة إلى مخيم، ثم وجد جسمه في النهاية صريعاً بين سقفين. بما كان يشعر من وجد نفسه عالقاً بين طابقين، لا يدرك السماء ولا يدرك الأرض، وإنما يأتيه الموت من كل مكان ويدركه مصيره بينما لا يدرك هو مصيره. كان يوماً طويلاً وكانت ليلة عصيبة، أما الأيام والليالي القادمة فهي أشد وطأة، حين نكتشف أن البيانات الرسمية كانت تكشف عن أرقام، بينما يكتشف أصحاب الأرقام أنفسهم أنهم ليسوا كذلك، وإنما عبارة عن قصص وحكايات وذكريات لا تحيلها المآتم الجماعية إلى ملخصات قصيرة. فكل موت هو موت فردي بحد ذاته، وإن كان المرثي يشمل العدد كله، وكل اسم له دفتر عزاء منفصل، ولو كان السرادق نفسه واحداً. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أما الآن نتابع وإياكم الكاريكاتور. جاء في القدس العربي: بينما ضربت سلسلة من الزلازل تركيا وسوريا مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وفقا لأرقام مؤقتة، أشعل كاريكاتير لصحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة المثيرة للجدل انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية والإنترنت. الرسم المعني هنا هو عبارة عن مبنى مدمر وسيارة مقلوبة مصحوب بالتعليق التالي: لا داعي حتى لإرسال دبابات، وهي جملة تشير ضمنياً إلى الحرب في أوكرانيا، حيث فرضت تركيا نفسها كوسيط منذ بداية الصراع بسبب علاقتها بروسيا. ونددت أوزنور جوتشكر سيرين المتخصصة في العلاقات الدولية وهي من أصل تركي بالكاريكاتور الذي قالت إنه يسخر من معاناة الشعب. وقد حظي هذا الكاريكاتور المثير للجدل حتى لحظة كتابة الموضوع بمتابعة 13.4 مليون شخص على حساب الصحيفة على تويتر منذ نشره.
أما في العرب الجديد نقرأ: في تركيا وسوريا المنكوبتين بالزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا يوم الاثنين، يظهر بوضوح تام أن حجم الكارثة والأضرار المادية والبشرية التي لاحقت بالسكان أكبر من الإمكانات. فهي سوريا تحديداً تزداد صعوبة في سوريا جهود الإغاثة ووصولاً إلى جعلها مستحيلة، حتى باعتبار أن سكان البلد المقسم أصلاً بين مناطق نفوذ مختلفة يعيشون أصلاً في ظروف غير عادية إطلاقاً وغير إنسانية بسبب الحرب، وهم فعلياً على هامش مظاهر الحياة الطبيعية وأشكال الخدمات. بعد مرور ساعات على كارثة الزلزال هذا، يمكن القول إن فرق الإسعاف والإنقاذ في تركيا وسوريا واجهت ظروفاً صعبة تفوق أي قدرات متوفرة لمواجهة ما يشبه نهاية العالم. فالدمار يمتد على مساحات جغرافية واسعة ويشمل آلاف المباني. وفي سوريا لا بد من التذكير بحقيقة واضحة وضوح الشمس، أن مئات من المباني في حال من التصدع بسبب تعرضها للقصف خلال الحرب، وأرغم سكان على العودة إليها بسبب عدم قدرتهم إطلاقاً على الانتقال إلى أماكن أخرى أكثر أمناً، ولم يجروا إصلاحات فيها أصلاً، وهو ما لم تفعله أيضاً سلطات النظام أو غيرها. ولا نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. من هلا للجمعة أو لعشرة أيام رح نحس بزلازل رح ترجع تصير، بسموها ترددات، أو هي زلازل وفيها تكون أصغر من الزلزال الأساسي اللي مرق، نضل نحس فيها لكان على جمعة أو لحد عشرة أيام بقوة أقل، قليل كتير فيها تكون بنفس القوة أو قوة أقوى، بس جميلاً بيكونوا بقوة أقل. ونحن عم نسجل من ابتداء من الليلة، من قبل ما صار وقتها صار الزلزال لهلأ سجلنا بحدود 100 وعم يزيدوا بعدها بالترددات، بس ما كلهم حسينا فيهم لأنه المصدر بعيد عنا، يعني وقتها بتكون بقوة 4 ولا 5 بتركيا ما كتير منحس فيها. صدع لنحن منقله بطريقة علمية الفالق، الفالق يلي هو الكسر اللي بيمتد بين الصفائح التكتونية على وجه الأرض. في تصدعات أو الصدع من كلمة إنه تشققات، ونحن منقلها بطريقة ساينتيفيك بنسميها فالق. الزلزال ما بيتأثر بالتغيير المناخي، لأنه الزلزال مثل اللي صار هلأ بتركيا عم بعطي إكزامبل صار على غمق 17 كيلومتر، كتير غميق والمصدر تبعه غميق، حتى لو كان فيش أكثر من هيدا الغمق ما بيتأثر بالتغيرات الطبيعية، خاصه بشو عم يصير بجوف الأرض، بالتحركات الباطنية للأرض هي اللي عم تخلي الصفائح تتحرك ويصير هيدا الشيء. العوامل تيصير زلزال، هلأ شو الزلزال؟ هو كسر على الفالق، يعني بيكون في هيدا الفالق عليه ضغط ستريس بيزيد مع الوقت وبيوصل لمرحلة ما بيعود يتحمل هيدا الضغط بينكسر، بيصير كسر بمنطقة معينة بتعمل ارتجاج بتبعت امواج بقلب الارض بتصير بنحس فيها، فيها سافر لبعيد يعني بنحس فيها بمناطق بعيده اذا كان قوي. الضغوطات اللي بتصير على الصفائح التكتونيه بتجي من حركه الجوانيه للارض، بس يكون عندنا حركه بقلب الارض اللي هي حركه دائمه بتخلي هو الصفائح تتحرك وحده بالنسبه للثانيه، هو الصفائح بدنا نتخيلها بازل بتغلف الارض، ووقتها بيتحركوا قطع البازل او قطع الصفائح على بعضها بيصير في ستريس او بيصير في ضغوطات وحده على الثانيه بتصير بتضغط وبدها تنكسر بشي محل مشان ينفس هيدا الضغط. الارشادات انه لازم ننبه الاولاد من هن وصغار تيكبروا مع الفكره كيف يحموا حالهم بحال صار في زلزال، يعني ما فينا دائما نقول له للولد او للكبير تخبى تحت الطاوله، يعني اذا كانت الطاوله ازاز تنكسر على راسه، فما في دايما ارشاد واضح نقله اياه، بس نحن بطبيعه حياتنا اليوميه وين بنكون موجودين لازم دايما نكون يقظين وعارفين شو المحلات او الزوايا الامن شيء نتواجد فيها، بحال صار زلزال ما عندنا وقت نفكر، لازم دغري نركض ونكون حاضرين قبل بوقت
مش هيدا نعرف شو نتصرف بوقت صار الزلزال. إلى اللقاء.